طبعا ما فيش شك انه المنافسات صعبه، ما فيهاش هزار طبعاً. طبعا على الكل بالنسبه حتى الالعاب الفرديه او حتى الالعاب الجماعيه. لو هنتكلم عن تاهل بقى عمر عصر للربع النهائي امبارح، عمر عصر عامل مفاجأة كبيرة جدا للمرة التانية على التوالي، يبقى في بين أفضل 8 في العالم. تنس الطاولة مش اللعبة الشعبية في مصر، متفوق فيها بشكل كبير جدا الصين طبعا. كمان الصين بتشارك باتنين لعيبة بس، يعني وفقا للقوانين بتاعة الأولمبياد، فبنلاقي إن باقي اللاعبين مجنسين لدول تانية. ففكرة إن هو يتواجد بين أول 8 دي مفاجأة كبيرة. كمان عنده فرصة كويسة ان هو هيلعب لاعب سويدي النهاردة في ربع النهائي. اللاعب السويدي ده اخر مرتين عمر لعبه كسب، عمر اللي كسب تمام، حافظه كويس يعني بالظبط. ففرصة كويسة جدا ان هو يكون في المربع الذهبي لاول مرة في تاريخ مصر، طبعا هيكون انجاز كبير جدا، وهيكون منافس على ميدالية، اول 3 مراكز بميداليات. واللاعب السويدي ده يمكن هو عمل مفاجأة امبارح انه طلع رقم 1 على العالم، اللاعب الصيني. فهي فرصة ممكن عمر أكبر تكون دلوقتي فرصة عمر طبعا أكبر وتكون ميزة كبيرة، فنتمنى إن شاء الله إن النهاردة يكون الإنجاز إن التاريخي شاء يعني. الله. إن شاء الله.